وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز فعالية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. جلسة جديدة لمجلس النواب استهلها رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بإحالة رسالة من رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بشأن الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. أشد على أيديكم لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل ما يعن لكم من أفكار أو أطروحات بشأنه أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة في دوافعها، وذلك كعصف ذهني لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال. هذا وأحال رئيس مجلس النواب أيضا قرارا جمهوريا بشأن مذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وناقش المجلس تقريرا بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. قانون غاية في الأهمية في التوقيت، خاصة لأن القانون القائم اللي بنقوم عليه التعديل كان رقم 3 سنة 2005، فبنتكلم على قانون مر عليه أكتر من 17 سنة مع تطورات في الهيكل الاقتصادي الداخلي المصري، وشايفين قد إيه التحديات الاقتصادية اللي بتواجه الدولة المصرية وبتواجه العالم كله، سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا، واتجاه الدولة المصرية لتقوية دعم الاقتصاد، وده مش هيكون غير باقتصاد السوق الحر، وعشان يحصل جذب للاستثمارات سواء أجنبية أو استثمارات مصرية من مستثمرين، ده مش هيكون إلا بجهاز قادر من خلال قوانين على حماية المنافسة. العام الماضي تطور نسبة الاستحواذات والاندماجات داخل مصر بنسبة 50% يا رئيس، 50% نتج عنها 9.9 مليار دولار اندماجات واستحواذات داخل مصر عبر 233 صفقة اندماجات في 2021. كل ده كان مؤشر ان احنا محتاجين جديا ان احنا نشتغل على القانون ونطور منه لاستيعاب الاندماجات القادمة في المرحلة الجاية دي، وانفتاح الدولة بالنسبة لجذب الاستثمارات الخارجية وايضا وثيقة ملكية الدولة. ده هيخلي ان احنا هنشوف في المرحلة القادمة كثير من الاستحواذات والاندماجات. مهم قوي ان احنا نبقى منفتحين على الاستثمارات ديت، ولكن برضو نحاول نحافظ على الاقتصاد بتاعنا ونحاول نحافظ على المستهلك، وبالتالي فكرة ان يبقى في استباق في عملية الرصد وفي موافقات مسبقة هو ده اللي بيتميز به مشروع القانون النهاردة. مناقشات النواب لمواد مشروع القانون استعرضت اهدافه في تعزيز المنافسة في الاسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية اكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي. كما يهدف المشروع الى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية ووضع اطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة. واعلن رئيس مجلس النواب استئناف مناقشة باقي مواد القانون في جلسة قادمة.